مؤمن زكريا ورجعت جبتهم لان اللي كان متاح في الملعب كانت عناصر عاليه الكفاءه وكانوا دول صاعدين ده آه بالعكس هم اتخدموا وطلعوا واستووا بره ورجعوا لك يودوا على كل حال ما زالت ثقتنا في فرقتنا ما زالت جماهيرنا عارفه دورها الحمد لله وتشوف وتشوف عقب الخساره انت شفت المسير احنا عرضناه ولا شفتها في حته انا آه بعد الخساره الناس خارجه من الكافيتريات في طوابير تهتف للاهلي اه اه عرضناها ايه المراره اللي دي اللي تخليك انت تتجاوز احزانك وتفتكر دورك هو ده ريت يجيبوها تاني دلوقتي م. هو ده هو ده جمهور الاهلي هو ده اللي احنا عايزينه م. مش اللي يعني خلاص احنا نقعد نتكلم يومين بمراره بعد كده مش مقبول م. مقبول الدعم والثقة مم. لأن بيجيب نتيجة عكسية مم. حتى احنا هنا مش مش حابب ان احنا نتكلم حتى لو بنحاول بن 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 نحفز الناس ونقول لهم الانهيار لا أهلي ده الأهلي انهار وهو بي بيلعب في في النهائي في وهو الأقرب إلى البطولة وواخد الدوري السنة اللي فاتت لا يا جماعة أهو ده, ده ده معناه ايه ده ده معناه ايه ده ده معناه ايه معناه ان الجمهور فاهم لما نقول له الاهلي فوق الجميع آه هو حلوه و المره معاه هو شوف بيقولها حبيبي هو ده والله من غير من غير تحفيز ولا كلامنا الناس عارفه دورها امم انت عارف انت لما تبقى مغلوب وحد عايز يتشمت فيك وشوف المنظر ده والله هو اللي بيتضايق وبيتنقط امم النادي ايه؟ طب هيدي معنوياتها ازاي؟ مش عايز انا اتبرع وابقى ضعيف وادي لهم هذا هذه المتعه ان يشوفوا حد ضعيف ها؟ ولا بيشكو ولا بيهاجم ولا لا، احنا اقوياء. احنا يعني عارفين عارفين طرق العلاج وعارفين عندنا من الخبرات باذن لما النادي الاهلي ده يستمر وكمان يدلع جماهيره تاني بالفوز المتتالي باذن الله طب وانت هتدلعهم بايه بقى يعني ايه بقى وانا مالي دلوقتي انا مش لوحدي انت انا معايا مستشار معي. ما احنا اتكلمنا ما حدش هيقول انا ايوه واحنا لسه بنقول للناس ما تقولش للناس انا وبعدين أيوة. تقول لي انت لكن مؤكد في شغل في فيه ناس بتشتغل دلوقتي في اللحظه اللي انا قاعد معاك فيها ها والناس عماله تنتقد ده وده حتى الصوره الذهنيه ان في خلاف كل كل العناصر شغاله دلوقتي لصالح الاهلي حتى المختلفه لصالح الاهلي طبعا كله شغال دلوقتي اتعهدنا على كده ده تبقى محتاجه سقفه فعلا لو نفذوا انه برغم كل اللي الناس بتقوله لو نفذوا الناس شغاله اه لو كلهم نفذوا لو آه. كلهم لا الاهلي دلوقتي هو اللي يهمنا بعدين نتحاسب تمام كان بدايه الحصاد بقى الكبير للفتره الذهبيه اللي فاتت ودي لانه احنا دلوقتي بنبدا مرحله لاعاده الانطلاق من 2005 ل 2018 في 13 سنه لهوات التاريخ 11 لقب للدوري من اصل 14 مره مفيش حد بيعمل كده العب 14 دوري اخد 11 في لعيبه في النادي الاهلي عدد بطولات الدوري بتاعتها قربت تساوي عدد كل ما حصل عليه المنافسين في تاريخهم. هو ده النادي الاهلي وده حصاد النادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته. 11 مره مرتين تم الغاء الدوري 2011 2012، 2012 2013 مره فاز بيه الزمالك 2014 و 2015 و11 مره فاز الاهلي بالدوري

2005 و2006 و2007 و8 و10 و12 و14 و15 و2017، خمسه دوري ابطال افريقيا 2005 و6 و8 و2012 و2013، والبطوله الكونفدراليه الوحيده اللي دخلت مصر دخلها النادي الاهلي في 2014، وفاز الاهلي بخمسه سوبر افريقي 2006 و2007 و2009 و2013. و2014 وعلى راي ناقدنا الكبير الاستاذ حمد النحاس الله يرحمه اللي حصل الاهلي يبقى يندهلي بعد الفاصل